سيدي سيستاني يقول ادعو للحشيد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يوميا يدعو لك. بعد الله يرد على سيستاني يقول سلامي لكم في كل صباح ومساء، ادعو لشهدائكم، انتم مع صميم نفسي، انتم مع امامة نفسي وصميم قلبي. بعد اكو اكرم منها، انت كريم. هذا الواحد الجلاني عندي 4 مفقودين، قال اريد اسوي لهم قبور رمزيه، قال لا تصنع لهم قبور رمزيه انهم مع انصار الحسين، اذهب وزور انصار الحسين سلام الله عليه. الله يشهد الي لو غير السيدي سيستاني كان شكيت، ولكن السيد تعلمت منه شيء، ان لا يمدح ولا يذم، فقط مدح الحج الشعبي. اذا الامام يقول سيد، قال لا بلي، قال تكليفك ان تمدح الحج الشعبي. صلى على محمد وعلى الله يشهد، فقط يمدح الحج الشعبي، يقول انا خادم لكم. وين اكو شي كرامة انه والحسين ابو عبد الله؟ انتم شرف لنا. اسال الله ان يحفظ هذه المرجعية، اسال الله ان نكون صدق انصار للمرجعية، ان نأتمر بكلام المرجعية وننتهي بانتهاء المرجعية، لا فلان ولا فلان ولا فلان، مهما كانت رتبته الان، فقط عندنا قائد واحد هو فقط. لان الذي ارشدنا اليه هو القائد الاول، قال ارجعوا به الى رواة ابيكم. واكو اكرم منه؟ حفظ الاعراض من عليكم الحسين سيد السيستاني، حفظ عمالنا منه مرجعية، حفظ مكاناتنا ومناصبنا منه مرجعية. نزيد المرجعية كرامة، ولكن انكرها كثير من الناس انكرها، وقال سيد السيستاني فلان وفلان وفلان، ولكن احنا نسأل الله ان اكو ثلة تدافع عنه. تكليفك الان الله يشهد ان تدافع ولو بكلمة، ان تقول السلام عليك ايها سيد السيستاني. احسنت خادمكم انا يا طيب. معنا الظروف احسن من الظروف. الله يشهد حق الزهراء، بحق الزهراء. انت طيب ابو جاسم. ماكو احلى من الظروف. انا عندنا مو قبل شويه قلنا لكم الحرب عندنا شنو؟ ونسى. الله يشهد نستانس. احنا عندنا هاي الظروف احلى ظروف هسه. الله يشهد اني استانس بالنسبه. قبل كم تقريبا دقائق سالوني جماعه قالوا شلون مين بديت المعركه؟ من التاجر. من التاجر 10 دقائق نوصل. هسه 17 ساعة نوصل 17 ساعة. حزب الله مع امكانياتهم وتدريبهم وكذا، اتعجب خلال 3 سنوات هذا التحرير عندكم؟ قول له مو انتم ما عندكم مثل الادنى. احسنت. ادعائكم مو مثل ادعائنا. واللي احنا بيه مو مثل انتم بيه. وحق امير المؤمنين لو كان ذاك الرجل يدعو كما ندعو، والله العظيم لو يدعو، لو عندهم من يدعو لهم كما يدعو ذاك الرجل، والله العظيم لحققوا انجازات اسرع من ما هم حققوا.